ودكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة أكد النهاردة على أنه هيتم مراقبة شوارع العاصمة بالكاميرات من خلال تركيب كاميرات مراقبة في حوالي 250 تقاطع، وقال أن الكاميرات دي هتساعد في ضبط الإرهابيين اللي طبعا بيتعاملوا بالعبوات الناسفة في الشوارع. وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده النهاردة أنه تم انتهاء المفاوضات مع البنك الدولي لتمويل شراء 500 أتوبيس بيعمل بالغاز الطبيعي، غير كمان تطوير بعض المحاور الرئيسية، وهيتم الموافقة على القرض خلال فترة 3 أسابيع. معي على التليفون سيادة اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية. مساء الخير يا سيادة اللواء. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. ادينا تفاصيل المتعلقة بكاميرات المراقبة، هتتحط فين؟ موضوع بقى هل تبقى مجرد رصد ولا تسجيل؟ ازاي هتساعد في موضوع طبعا الحركة المرورية وأيضا الحوادث الإرهابية؟ الكاميرات هتبقى في كل التقاطعات بتاع منطقة وسط البلد، ودي هتحقق إن هي رصد وتسجيل كافة الأحداث أيا كانت، سواء مخالفات فيها تسجيل. طبعا فيها تسجيل وفيها تفريغ التسجيل حالة الحاجة، يعني في أي مخالفة سواء إذا كانت المخالفة بسيطة أو مخالفة جديدة، أعمال إرهابية، أعمال تحرش، مخالفات مرورية، أي حاجة هتسجل بالفعل. أنا بأكد على دي ليه يا فندم؟ لأنه للأسف بقى معروف عند كتير من الناس أن الكاميرات اللي موجودة يا إما بتبقى بايظة ومش شغالة، يا إما كاميرات بترصد بس علشان يعني غرف العمليات، لكن ما فيش حاجة مسجلة. لا لا لا، في تسجيل وفي تفريغ، وسبق قبل كده لجأنا للتسجيل ده في كاميرات بتاعة مجمع التحرير في أحداث محددة يعني. تمام. ده بالإضافة لي موضوع تاني اللي هو بتاع العلامات الاسترشادية، هيبقى برضو في منظومة متكاملة لموضوع الجراشات متعددة الطوابق، فهيبان في العلامات ديتي الطاقة الاستيعابية بتاع كل جراش، ده برضو منظومة تانية، ويكون كنترول روم بتاعها يكون في جراش الأوضة. طيب قبل الجراجات يا سيادة اللواء برضو شوية تفاصيل في موضوع الكاميرات. الكاميرات بس في وسط البلد، في تقاطعات وسط البلد، يعني هل دي مقدمة وبعد كده هنعمم الكاميرات، والكاميرات جاية منين؟ ويعني برضو نفهم الجزئية دي. هي بداية طبعا هتكون وسط البلد هي عقدة المواصلات للقاهرة ككل، وتأثيرها تأثير حيوي على كل نواحي الحياة في محافظة القاهرة سواء إدارية أو تجارية أو لآخر. ولكن بعد كده ممكن تأتي تباعا تمتد لأماكن أخرى ذات أهمية وحيوية. تمام. طيب أرجع لموضوع الجراجات يا فندم. جراج التحرير مش شغال، يعني وفقا لمعلوماتنا الجراج معظم الوقت فاضي، والناس بتشتكي وبتقول برضو التعريفة أو القيمة، قيمة الانتظار مرتفعة، فبالتالي في عزوف والناس لسه برضو بتحاول إنها تركن في الممنوع أو في شوارع جانبية. تركن في الممنوع مش هنسمح، لأن على طول الدوريات شغالة والحي كمان شغال، بيكلبش أي عربية مخالفة، والغرامات فورية والعقوبات رادعة، ولكن هو الهدف الأساسي احنا عايزين نحل المسألة من الأساس، يعني من الجذور. يعني هل في مثلا وارد يكون في مراجعة للرسوم الانتظار يا فندم في التحرير في الجراج؟ هو وارد ان يكون في اسلوب جديد، يعني ممكن يكون في اسلوب جديد زي مثلا الكارت المماغمط المدفوع مسبقا، زي مثلا كارت الفندق مثلا اللي بيفتح الباب وحاجات زي كده، وبيبقى على حسب الشحن وبالمده، ممكن يبقى في اسلوب جديد اضافي. ده دي مش تكلفه زياده؟ لا مش تكلفه زياده، هي اللي هم المعتادين على التواجد في جراج التحرير، يعني اللي عندهم يبقى الاشتراك الشهري ده هيبقى مثلا ارخص كده؟ هو ده من ضمن الدراسه، من ضمن الحاجات المطروحه يعني. طيب الموضوع الثاني في اللي اتقال في المؤتمر الصحفي النهارده للمحافظ، 500 اتوبيس هيشتغلوا بالغاز الطبيعي. الاتوبيسات دي يعني هيبتدي عملها امتى وحجايه لنا منين؟ وفي مساله ان في قرض من البنك الدولي، ووضع الاتوبيسات المتهالكه ايه؟
لا لو هي اتوبيسات متهالكه ومش نافعه بيتم تخريدها، فبتخش في نظام التخريد. اما الجديد ده طبعا احنا لسه محتاجين في خطوط معينه، فبيتم الموضوع دراسته من خلال هيئه النقل، وبتتعرض على السيد المحافظ وبيتصدق عليها فور الاستلام على طول. لكن لسه ما حددناش الخطوط اللي هتمشي فيها الاتوبيسات دي. لا لسه طبقا للحاجه. طيب يا فندم، شكرا جزيلا. ماشي يا فندم.